السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة المرحلة الأولى، معانا إن شاء الله اليوم المحاضرة رقم 13 ضمن محاضراتنا بمادة الجيولوجيا الهندسية. راح نتكلم بها عن موضوع مهم جدا ألا وهو موضوع المعادن المينرالز. راح ناخذ فد نبذة بسيطة عن الموضوع بصورة عامة وعن شنو نتكلم وشنو معنى المعادن وغيرها. نمبر 1 more than 2000 mineral on earth generate rock. Rock consists of crust. ايش يقصد بيها؟ ده يقصد لك انه معدن الارض بصورة عامة او الارض قشرة الارض تتكون بصورة عامة اكثر من 2000 معدن. هاي تتولد المعادن لنا منين؟ من الصخور from the rock. هاي اهم يعني فد موضوع ننتبه عليه، وسبق احنا ونوهنا بمحاضرات الكورس الاول انه اصلا الصخور الروك تتكون منين التكوين لها حسب ما اخذناها من نظرية السديم لتكوين كوكب الارض، انه تتكون من قشرة الارض. شنو هي الخواص اللي خاصة بها؟ هنالك أربع خواص نطيتكم إياها حتى تعرفون أنت بصورة عامة. It's found natural، يعني شنو تتواجد هي بشكل طبيعي. Number two has chemical composition، إلها تركيب كيميائي سواء كان على شكل عنصر أو على شكل element، عنصر element أو compound يكون مركب. ثالثا it can be expressed، يمكن التعبير عنها by specific crystal system، يعني شنو نظام بلوري محدد. كل نوع من المعادن إلى نظام بلوري محدد يمكن أن نوصفه به. والنقطة الأخيرة تكون بالغالب it's mostly solid، أغلب المعادن أنت تلقاها على يعني بوجه الطبيعة ضمن كوكب الأرض بالحالة الصلبة، أو ممكن في بعض الأحيان تكون بشكل قليل جدا ضمن الحالة السائلة اللي يشمل لك مثلا الميركوري اللي هو الزئبق أو الووتر، لأن الماء أيضا يعتبر معدن. هذا هنا مجرد صورة توضيحية لبعض أشكال أو أنواع من المعادن حول العالم الموجودة. أكيد مو كل المعادن، لكن بعض أنواع المعادن اختارينا فقط المعادن اللي هي تكون مختلفة حتى أنه تشوف أنت لاحظ الديسنريشن الاختلاف اللي يصير بيناتهم. نجي إحنا ليش دا ندرس هذا العنصر المهم؟ يعني شنو أهمية المعادن إحنا دا ندرسها؟ The important of mineral. Number one المينرال آند مين، يعني أهميتها ايش تعتبر صورة عامة هذه المعادن، ليش تعتبر انه يعني دراستها مهمة. نمبر 1 ايش يقول المينرال اند مين ار بارت اوف ليجاسي اند ريماين تو اس فروم ذا جيولوجيكال بيست. اول شيء يقصد لك انه المعادن هي لبنات اساسية منين تكونت الجزء الصلب من الارض اللي هو يا هو القشرة. وايش تعتبر هي مهمة؟ تعتبر مهمة very important المن in construction geology، يعني أول نقطة تقدر شو تقول لي؟ تقول لي المانرال المعادن are important أو very important in for construction geology. هاي النقطة كلش كافية، يعني تختصر منها تاخذ كلمة معادن وتكمل منها are very important of for construction geology. هاي number one. Number two the mineral and rock المعادن والصخور. شو يقصد بها هنا هاي النقطة الثانية؟ يقول المعادن والصخور بصورة عامة أيضا لها فائدة بإنتاج الكارت السيارات، كذلك أجهزة الكمبيوتر والعديد من الأشياء الأخرى اللي نستخدمها. تمام عيني؟ هاي دي ينطيك هنا أيضا استخداماتها الأخرى. بعد ممكن استخدام ثالث إنه وين نستخدمها إحنا؟ very important إنه نعرف بها بعض الأمور. أول شيء لاند سلايد الانهيارات الأرضية، هاي ايضا موضوع مهم جدا يعني يلعب دور كبير بالعمليات الارضيه وجود المعادن، يعني نوعا ما ممكن وجود هذا المعدن في هذا التكوين هو اللي يسبب لك الانهيار الارضي، او تاكل السواحل الكاستل ايروجن او الفوليكونز اكتيفيتي اللي هو نشاط البركاني. هاي هي مجرد نقطه هيش تعريفيه يعني الاطلاع. الستديد اون مينرال يقصد بها دراسات مهمه اللي توفر حاليا انه كل ما نعرف احنا هاي دراسه هذه المعادن والصخور راح يوفر لك معلومات عن عمر الارض الايرث هيستوري او تاريخ الارض. هذا هنا في الصوره توضيحيه نقول لك انه هاي شوف هاي المعادن تجميعها بصوره عامه، شوف هذا النوع من المعدن استغله في صناعه علبه، هذا الكربون في صناعه اقلام، هذا كذا، عرفت شلون؟ فهذا مجرد توزيعات او استخدامات بالطبيعه الحيويه اللي احنا بنعيش بيها او تحويل المعادن. هذا هنا الكريستال شيب اوف مينرال، شنو هي اشكال المينرال؟
المعادن شنو اشكالها، اكو شكل سداسي، اكو شكل مضلع، اكو شكل بوليجون، anything. فهذه مجرد للاطلاع حتى تعرف انه انت شكل الخاص بالمعدن ما يكون الى شكل منتظم وانما اشكال مختلفة. اللي بعدها راح ناخذ ما هي الخصائص الفيزيائية والكيميائية، الـ physical properties of mineral and mean physical properties mineral. شو يريد معتها بعدين؟ الخصائص الفيزيائية الرئيسية المهمة للمعادن، ايش تشمل لك؟ نمبر 1 تنسيتي، الانشقاق، هاردنس، الصلابة او الصلادة. ثالثا فراكتشر، الكسر، الجلفج، احنا نسميه يعني شلون انه الخط او اثر الخط او اثر الخدش، الستريكس، ايضا اللاستر، البريق او اللمعان، والدنسيتي، الكثافة. نجي هسه وحدة وحدة. نمبر 1 اللي هو احنا شو نسميه؟ التنسيتي، اللي هي احنا نسميه الانشقاق او بهذا التعريف. شنو خاصية الانشقاق للمعدن؟ هو التصرف، البروبابيلتي اوف تنسيتي ديسكريب، توصف، هاي منها تعريفها، ديسكريب توصف البيهيفر، تصرف اوف مينرال، تصرف المعدن تحت التشوه. اذا جبت لك تعريفها او واتس مين اوف تنسي، راح انه تعرف لي اياها، تقول لي ان التنسيتي هي عباره عن ديسكريبشن البيهيفر اوف مينرال اندر ديفورميشن، تصرف او التصرف، توصف التصرف اللي يتخذ المعدن تحت تاثير التشوهات. تمام عيني؟ هاي بصوره عامه. شنو هي يقصد بها انواع التشوهات اللي دا تصير بصوره عامه؟ يقصد بها اللي طبعا بالمناسبه هاي التشوهات تضرب الطبقه الخارجيه من المعدن. تمام، شنو اقصد لانواع هذه الامور اللي تصير بصوره عامه؟ اكيد راح تكون لها نتائج يعني ما تكون متساويه، لذلك انا صراحه انصحكم من هذا التعريف كله مجرد تقراني فقط واتس مين اوف تنسيتي، فتقول لي اياها ديسكريب البيهيفر اوف مينرال اندر ديفورميشن. طيب شنو انواع الانشقاقات او هذا التاثير تجي على ذني؟ انصحك تقرا ذني، ذني اسهل. تمام، اذا من الصفحه الاولى تاخذ لي فقط هذا التعريف اللي هو وصف تصرف المعدن تحت تأثير الديفورميشن. تمام عيني؟ ويصير اللي هي وين الديفورميشن يصير؟ بالطبقة الخارجية. التنسيتي شو يشمل لي هسه؟ تكون عدة أنواع بيه. النوع الأول إما هش، خلص يصير هش. شو معنى الهش؟ يمكن كسره أو يتساقط بسهولة، break or border easily. نمبر 2 اللي هو شنو؟ يكون بنوع من يسمونه ميليبل، يعني بالمطاوعة، وسكتلز ودوتل وفليكسبل اللي يكون صلد او قوي، والاخير اللي هو الاستيك اللي يرجع الوضع الاصلي. يعني هذه الاسماء فقط انه تعرف لي اشكالهن. تمام عيني؟ يعني بدون ما انه يحتاج تعرف لي، ما احتاجه من عندك، فقط تقول لي شنو انواع التشوه او الانشقاق اللي يصير الاشكال مالته، اما هاش او مدن لدن يرجع الى وضع الاصلي، او صلد فليكسبل او مطاوع. تمام عيني؟ هم هذولي الست انواع مطلوبات من عندك، وتريد تكتبهم باللغه العربيه او بالانجليزيه نو بروبلم. نجي احد الخصائص الاخرى اللي توصف لنا شكل المعادن او نوع المعادن اللي هو الهاردنس، الصلاده. الصلاده شنو يقصد بيها؟ يعني شنو معناها؟ الهاردنس ار تراديشنالي بشكل تقليدي تعرف ات از ذا ليفل، هي المستوى اوف ديفيكولتلي وذ سموث سيرفيس. يعني شنو معناها؟ الصعوبة اللي يعني ايش قد انا اليوم عندي معدن، هذا المعدن اريد اخدش المعدن باستخدام اي آلة معدنية، اي آلة اخرى. تمام عيني؟ من اريد اخدش هذا المعدن بسرعة راح يبين بي الخدش لو ياخذ قوة، فده يقول لك الليفل هو مستوى الصعوبة لاحداث خدش، وين؟ على السطح الاملس المن للمعدن. هو هذا تعريف المطلوب من عندك. من اجيب لك كل امتحان عرف لي الصلادة، تقول هو الليفل او هو ذا ليفل اوف ديفيكولتي او يعني ديفيكولت هو مستوى الصعوبة المطلوب به احداث خدش، وين؟ على السطح الاملس المن للمعدن. تمام عيني؟ هذا هو يرجع هذا الهيرنس الى قوة الرابطة اللي تربط المعادن مع بعضها. كل ما تكون قوة الترابط اللي هي الترابط التساهمية والترابط الأيونية قوية جدا بين العناصر هذا المعدن وعدد ذراته وغيرها، راح تكون إحداث خدش به كلش صعب. فتلاحظ هنا مطيك عدد من يعني المعادن، ده يقول لك ايش قد نسبة الخدش بيها، ولو تستخدم هذا أو هذا، السيل نمبر، شنو النوع، لو أنا بدي أحدث خدش باستخدام كذا نوع.
هذا او هذا. شوف لاحظ هذا النوع التالك جدا هش، بحيث انا اقدر اخدشه باصبع اليد، تمام. ها اكو لا معادن قويه جدا، يعني بحيث تحتاج احنا نسمي يسمونه الماسنرال درل، يعني تحتاج دريل تحفر بيه، يلا ممكن ينثقب. او ممكن بعضها تحتاج الكوارتز، تحتاج في النوع من النل ستيل، مثل ما نقول احنا يسمونه البرغ الحديدي، او ممكن تحتاج فد آلة قاطعة او آلة حادة، يعني باختلاف انواعها. يعني الشكل انه اني اعتمد على نوع الصلادة، شنو تعريفه المهم؟ هو الليفل او مستوى الصعوبة المطلوب به احداث خدش على السطح الاملس للمعدن، تمام عيني. وهذه الصورة مجرد توضيح بصورة عامة. بعدها نجي على الكالفج. الكالفج شو اقصد بيه؟ هو الضعف اللي يصير، يعني مستوى الضعف اللي يصير على سطح المعدن نفسه. شنو يقصد بيه؟ احنا نسميه مستوى الضعف، او يسمونه الانقسام او التفاوت. الكالفج بلان از ا بلين اوف ستراكتشرال ويكنس. يعني شنو معناه؟ معناه هو مستوى الضعف الهيكلي، الويكنس، ستراكتشرال ويكنس، اللي وين يصير؟ على طول المعدن، تمام عيني. هذا تعريفه بصورة عامة. شنو اشكاله، اقسامه، البلورات المكونة لها، ما مطلوب من عندك، بس شنو يشكل لنا صورة عامة؟ اغلب الاشكال يشكل لنا فور كيوبك كريستال، يعني شنو معناها؟ بلورات مكعبة. وهذا يوضح لك هذا الرسم هذا الشكل. والخاصية الاخرى هي الفراكتشر، الكسر. شو يقصد بالكسر؟ يقصد بالكسر انه بصورة عامة المعادن تحتوي على، يعني شلون في الدبلين مستوى يكون ضعيف جدا. هذا البلين اذا يعني شلون مثل ما نقول راح ينكسر، يعني المعدن هاي اليوم انا عندي قطعة من المعدن، مستحيل تكون في جميع اتجاهاتها تمتلك نفس القوة، لابد ما يكون في اتجاه معين اتفت منطقة ضعف. فاذا هسه تعرضت منا الى هذه منطقة كسر، الى منطقة كسر، وهذه يسمونها الفراكتشر. يعني مو شرط كل المعدن انه هو يتهشم ويصير بريتل، لا، اجزاء من عنده حسب مناطق الضعف. هذا تعريف الفراكتشر، الكسر. وهي صورة توضيحية للكسر، دا يوضح لك انه شوف هذا المعدن تصير به كسر ضمن السايد، الجوانب اللي خاصة به. ايضا الخاصية الاخرى المهمة اللي هي الكلر. بعض المعادن اني اقدر اميزها عن طريق اللون، تمام؟ واكو لا ما اقدر اميزها عن طريق اللون. يعني انا اقول لك مثلا فلان مجموعه الايديويت شنو لون لونها؟ بكذا لون الاصفر. فلان نموذج بكذا لون. هاي ما مطلوبه من عندك، هاي الاكزامبل، تمام عيني. هاي ما مطلوبه، مجرد يقول لك انه هذا بس مو شرط كل المعادن اني اعرفها من اللون، لا، فشي جدا بسيط انه انا اعرفها من اللون. اكو فد يعني يعني معادن جدا قليله، اكو واحد اسمه مثل ما تلاحظون هذا اسمه الابدايت، هذا تقريبا تحت تاثير العناصر التغير الكيميائي الفيزيائي ما يتغير لونه، دائما لونه باللون الاخضر. فنوعا ما ممكن اني اميز المعدن عن المعدن الاخر عن طريق الكلر، اللون. نجي الستريكس. شنو معناه ستريكس؟ اللي هو الاثر، الاثر، انا اترك اثر او لا. ايضا هو قبل شويه احنا عرفنا في التعريف وقلنا هو الخدش اللي يتركه، تمام. هذا بالهيرنس، انا مو اترك خدش على جسم هذا، بالخدش اللي بنقل اسويه على جسم المعدن راح يسوي لي فت خط، لون هذا الخط الفاين باودر هو هذا يسمونه الستريكس. في الستريكس يقصد بيه الاثر. الاثر شنو؟ هو لون الخط اللي تركه الخدش. انا اليوم عندي معدن معين، جبت آلة قاطعة او آلة حادة او درلت، حفرت في هذا المعدن، اكيد راح يتكون لي مسحوق باودر اللي هو الهش، راح يطلع من المعدن نفسه، هذا يسمونه الستريكس، تمام عيني. مرات في بعض الاحيان يعرفون نوع المعدن عن طريق طبيعه الاثر، يعني مثلا يقول لك اذا الستريكس احمر كان انه مثلا هيماتايت، اذا كان كذا، اذا كان رمادي، اذا كان غامق، تمام. هاي الوان الاشكال مجرد اكزامبل لك، ما مطلوبه من عندك، بس مطلوب من عندك تعرف لي ما معنى خاصيه الستريك، تمام عيني. شنو معنى الاثر؟ يعني هو مقدار او البودر المتخلف بعد ما اني اخدش المعدن المعين باستخدام آلة قاطعة او حادة حسب ما سويناه باختبار الصلادة، تمام عيني. يكون على نوعين اللي هو الماجنتيك والنون ماجنتيك بصورة عامة. هذا هسه نجي على البريق. البريق اللاسترز هذا ايضا احد الخصائص المهمة اللي انا ابيز بنوع المعادن.
البريق من يشير تتوقعون إلى قلب المعدن وإلى سطح المعدن؟ لا، من اسمه بريق فأكيد يشير إلى سطح المعدن. فعندنا نوعين من عنده، إذا اللاستر ريفر تو ذا جنرال ابيرنس، إلى المظهر العام أو الخارجي للسطح. تمام، عندك نوعين، تو جنرال أو تو تايب، نمبر 1 ماتلك ونون ملتك. الماتلك شنو معنى هذا الماتلك والنون ملتك؟ المعدني والغير معدني. الأول يكون لامع مثل المعدن، تمام عيني، والثاني يكون غير لامع، وفي أشكال الغير لامع مجرد يكون زجاجي مثلا أو يكون راتنجي، هاي مو مطلوبات من عندك التعدادات، جاست لايك كذا كذا، تمام عيني. نجي بعدين لمعدن ستراكشر، شنو يقصد بالستراكشر؟ الستراكشر هاي معدن بصورة عامة بدون ما يحتاج توضيح، يمثل انه يعني الكلام اللي بداخله ما مطلوب، مجرد يمثل انه ايضا تركيبة المنشأ تأثر لك على النوع، يعني مثلا كذا نوع تكون تصرفاته، التركيب الجزيئي الخاص به، يعني نوعا ما هذا الستراكشر يقصد بها تركيبة المعدن الكيميائية، وهذا صراحة مو متخصصكم، يعني نوعا ما يميل الى قسم الهندسه الكيميائيه اللي هي يترابط بها العدد الذري والعدد الكتلي وتشبع الالكترونات، بحيث اني اقول ستراكشر هذا المينرال كذا، تمام يعني هذا ايضا فد نوع يميز لنا الاختلاف بين المعادن. تقريبا اخر نوع اللي هو السبيسيفيك جرافيتي، الوزن النوعي، يقصد ايضا احد الاشياء اللي تميز لنا. السبيسيفيك جرافيتي الدنسيتي ريفر تو ذا الماس بير يونت فوليوم. السبيسيفيك جرافيتي شو اقصد بيه؟ هو يمثل لنا يعني الوزن لكل وحدة مساحة، فأكيد يعني لكل وحدة حجم العفو، فيمثل لنا إياها بهذا الشكل. هاي الكثافة هسه عرفنا شن تعريفنا. الثقل النوعي عادة أكو بعض، شلون أنا أميز بعض العناصر أقول هاي عن طريق السبيسيفيك جرافيتي؟ عن طريق الثقل النوعي. أكو مثلا بعض العناصر لها جاذبية عالية جدا، فأنا أقدر أميزها عن طريق الجاذبية مالتها، تمام عيني. هذا ايضا احد الطرق اللي انا اقدر اميز بها بين المعادن، لان احنا قلنا بكوكب الارض اكثر من 2000 نوع، او ممكن اكثر بعد، توصل لك 3000 نوع، فشلون انا اقدر اميز بين كل هذه الانواع؟ هذه معلومات بصوره عامه، ما راح تنطيك يعني سبيسيفيك سبيسيفيك، بس لكن انه هي تستخدم بصوره عامه حتى اني اعرف نوع المعدن المستخدم حتى اعرف وين اطبقه. عندنا نوع من المعادن يسموها المعادن الثمينة، والمعادن حتى التعامل معها يكون نوع معها خطر، اللي هي تشمل الراديو اكتيفيتي، النشاط الزلزالي او النشاط الاشعاعي. النشاط الاشعاعي مين يجي نحن بالاغلب؟ اتوقع فيكم سامعين دي، من عنصر او معدن اليورانيوم. معدن اليورانيوم دائما هو المسؤول عن النشاط الاشعاعي، وكي معدن ثاني ايضا لكن تكون نسبته اقل من اليورانيوم اسمه الثورايوم، تمام عيني. يحتوي هذا، ما انا صراحه التركيبه الكيميائيه من عندكم ما مطلوبه، مجرد ان تعرف لي اسم المعدن بصوره عامه. الراديو اكتيفيتي شنو الغرض من عنده؟ الايمز، هاي العباره مهمه. اتس ايمز انه يهدف لايجاد العمر الجيولوجي للمن، العمر الجيولوجي يعني للنشاط الاشعاعي في هذه المعادن، يعني اليوم اريد اكتشف كذا معدن، اشوف هذا المعدن عنده نشاط اشعاعي لو لا، ويا من اقيسه لازم عندي فتحانة مثالية اقارن وياه، اقول اي نعم هذا عنده نشاط يعني اشعاعي، هذا عنده قليل، هذا عنده بنسبة كبيرة، يعني مثلا اجي اقارن اني الرصاص مع الحديد، تمام، اقول هذا عنده نشاط اشعاعي وهذا ما بي نشاط اشعاعي، على اي اساس قارنته؟ غير عندي فد معدن يكون هو بيسك دليل، فيستخدمون هاي المعادن اللي هو اليورانيوم واليوراثيوم كمعادن بيسك، وعلى اساس يقارون باقي المعادن، يعني الرصاص في نسبة اشعاع لكن الحديد ما في نسبة اشعاع، او مثلا خلينا نقول نسبة اشعاع او او بوينت او او كذا، هذا لا نسبة اشعاع عالي، فانا على اساس قارنتهن على استخدمت في البيسك رئيسي هو تجرى عليه عمليات المقارنة. فلنا تقريبا اشهر عنصرين اللي يعتبر لهم مميزات خاصة بالنشاط الزلزالي، العفو النشاط الاشعاعي او النشاط الذري، يورانيوم، اللي هو يورانيوم واليوترايوم. فتقريبا هاي المعلومات، بالمناسبة التركيب الكيميائي الخاص بهن هاي الاليمنت يحتوي على بوتاسيوم، يحتوي على روبليوم، ما مطلوبات من عندك، تمام عيني، بس مطلوب من عندك انه شنو العناصر اللي تعطيك نشاط اشعاعي او نشاط ذري، هم دول الاثنين اليورانيوم والثريوم، وشنو الغرض من عندهم، تمام، هذا الايمز الهدف.
احنا تكون محاضرتنا هذا اليوم انتهت. اذا عندكم اي سؤال او استفسار تقدرون تراسلونا على القناة، نلتقي بكم ان شاء الله بالفيديوهات القادمة. بالنسبة لمحاضرة هذا اليوم بصورة عامة، هي تكلمنا بيها عن المعادن بشكل مبسط جدا، فان شاء الله على المحاضرة القادمة نلتقي بكم. دمتم بأمان الله وحفظه.